نخلصوا ان شاء الله باش نحترموا قوانين الجمهوريه نطبقوها، احترموا حقوق المواطنين في اطار القوانين الجمهوريه، حقوا نتائج ان شاء الله ملموسه اللي يشعر بها المواطن، تواجد ميداني تاع الشرطه ان شاء الله بمناسبه، خاصه بمناسبه راس السنه هذه الميلاديه، وان شاء الله تحققوا نتائج مليحه في الميدان. سطر أمن ولاية الجلفة خطة أمنية من أجل مكافحة شتى أشكال الجريمة، أين تم القيام بدوريات راكبة وراجلة على مستوى قطاع الاختصاص كأماكن التسوق، الحديقة النباتية ومحطات نقل المسافرين، كما تم أيضا نشر قوات الشرطة على مستوى المحاور الدوران والأماكن التي تكثر بها حركة الراجلين والمركبات. بالمناسبة تم خلال سنة 2018 القيام ب 314 عملية مداهمة، من بينها 24 عملية مداهمة بالشراكة مع زملاء من قوات الدرك الوطني.